مجموعة من الأمهات المعيلات الفقيرات في العراق في فرز أطنان من التمر كل عام قبل تعبئتها في صناديق استعداداً لتصديرها لدول مثل الصين. فمنذ عام 2004 يوظف مصنع صغير لتعبئة التمور في ضواحي كربلاء نحو 100 امرأة خلال موسم التمر ويتيح لهن فرص عمل لمدة 7 أشهر. ما أعرف، الله إليك وعلى ابن الحلال هذا ماشينا خبزة من ما وراء العصر أخذنا تسوّر لي شاهد الله والرسول والدين شابي وعازين ولاعبنا وحالة ضعيفة أبونا رجال هم عاجز الرجال رجله مكسورة بالحرب مال صدام حسين. ومعظم هؤلاء النسوة اللائي يعملن في المصنع أمهات المعيلات يتولين رعاية أطفالهن بمفردهن ودون مصدر آخر للدخل. متوفر يعني كل شيء عن البيت وهم العمل وهم كل شيء متوفر وكثرية ما عدن يعني أحد بالبيت الحين من هاي اشتغلن بلي اللي ركبني سواني خلنا بيت اللاجة يرحم من هاي يحملنا ويطن الجهال يعني كثرية عدن جهال يعني هاي العاملات غير أكثرية عدن عوائل وجهال شلون معي يرحن منا خبزان يرحن كل شيء يسوون يعني يشتغلن شغلنا شغلنا يعني العوائل اللي عدخم وخلنا ميت من الجوع. وكان العراق ينتج نحو 3/4 الانتاج العالمي من التمر، لكن الحروب وتغير المناخ والإهمال على مدى عقود تسبب في تراجع حصته من الانتاج العالمي للتمور إلى نحو 5% فقط.